العام الانتخابي ديال يوسفية برشيد. الجمع العام الانتخابي كانوا فيه واحد العدد ديال النقاط، منها التحقق من النصاب القانوني اللي كانت 12 من أصل 13 منخرط، كذلك كان موافقة على منخرط واحد وبالسومة القديمة يعني ب 10,000 درهم. فمن بعد جات فتح باب الانخراط يعني من نهار 10 حتى نهار 14، هادشي موافقة ديال الجمع العام، وكذلك تقليص المبلغ ديال الانخراط من 10,000 درهم إلى 5,000 درهم. كذلك المنخرطين عطاو الصلاحية لتسيير هذا الفريق للسيف فخر الدين باش ياخذوا، ومن بعد صعد السيف فخر الدين كذلك خد الصلاحية من المنخرطين باش يشكل المكتب ديالو. كذلك تمت بالإجماع، وأخيرا كانت البرقية ديال الولاء ديال السيد نار الله ينصرو صاحب جلالة الملك محمد السادس نصر الله وإياده، وعطى الخطوط العريضة كذلك ديال البرنامج ديال العمل ديالو ابتداء من غدا إن شاء الله. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تيفي.